السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فادي البلتاجي من الورشة الفنية. النهاردة معانا طريقة ممتازة عشان نشغل بيها موتور الشواية ونقدر نشتغل بيه لغاية ممكن 10 أدوار، يعني 10 أطباق. تمام، اهم شيء في موتور الشوايه عشان تقدر تشتغل بعدد اطباق كتير الوزن للرف، يعني لازم الرف ده يكون موزون. تمام، الرف ده يكون موزون بالشعره، يعني باللمسه كده بالشعره كده اهو ينزلوا او يطلع. تمام، لازم يكون شايفين بالشعره يكون موزون. تمام، اهم شيء ما يبقاش بيرمي يمين ولا يرمي شمال عشان تقل البيض، لان يعني هو لو مثلا لو رمي يمين هنا كده كده رمي يمين. تمام، لما تحط عليه تقل البيض يبقى هو كده هو بيزق تقل البيض ومع نفس الوقت بيزق ايه الدرج نفسه اللي هو الميزان بتاع الدرج نفسه، تقل البيض مع تقل البيض تقل الميزان. لكن لما يكون انت يكون الرف ده نفسه موزون يبقى كأن انت لما تكون انت جايب كفه ميزان وهنا حاطط 5 كيلو وهنا 5 كيلو بلمسه صابع كده، طالما هنا 5 وهنا 5 بيطلع وينزل، ده اسمه الميزان يكون مظبوط. تمام، يبقى مع ان انت بتزق 10 كيلو بس هو عشان الميزان مظبوط هنا زي هنا فبيبقى الميزان معاك متحرك. ده أول حاجة. تاني حاجة بعد كده معانا نحط الأكس بتاعنا زي ما احنا شايفين، أنا مركب هنا اهوت الموتور بره عشان الرطوبة ما تأثرش عليه. تمام، وبعد كده بيخش زي ما احنا شايفين كده جوه بالأكس بتاعه. تمام، الموتور ده موجود بالأكس بتاعه بالترس ده موجود عندنا. تمام، بيخش بالترس بتاعه ده. تمام، طبعا ده بيبقى محور الارتكاز بيبقى متحمل عليه عشان يبقى الحمل على الاكس هوت ما يكونش الحمل على الحمل بيكون على الاكس ما بيكونش على التيش نفسه يوم يعمل قطم للايه للموتور او يبوظ الموتور. تمام، بيكون الحمل هنا التقل على السيخ ده نفسه. تمام، بيبقى مخروم التيش نعدي فيه، وبعد كده هو بيبقى فيه هنا صامولة عشان تقدر تحدد بعد الترس ده يمين شمال. تمام، وتربط عليه الصامولة التانية. تمام، وتحط له صامولة بعد ما تربطهم جامد عشان طبعا ده ما يلفش، بتحط عليه صامولة زنق تانية إضافية عشان خاطر ما يحصلش إن ده يفك تاني. تمام، ونبدأ نجهز الجنزير. طبعا الجنزير بيبقى مجهزين هنا اهوت الركبة اللي هيركب عليها هيتربط هنا فيها الجنزير والناحية التانية. تمام، عشان يكون معانا الطبق معانا كله تمام موزون ويكون متوسطاً، ده يكون متوسطاً لأن ده لو واخد يمين أو واخد شمال السيخ ده لو واخد الجنب اليمين او واخد الجنب الشمال هيبقى عندي طول الجنزير هنا غير هنا اهوت، هيبقى عامل معايا قرصه في الاخر، يا اما هضطر اطول من حته وانقص من حته. هنتابع معانا نحضر الجنزير ونتابع معانا الفيديو. طبعا احنا ركبنا الجنزير اهو زي ما واضح. تمام، هنبدا نشغل الموتور. زي ما واضح كده كده اهو. تمام، طبعا موتور الشواية لو صد بيرد تاني ويرجع لوحده. طبعا بيبقى معمول له تايمر توقيت عشان خاطر تعد بيه الوقت، اذا كان مثلا بياخد 19 ثانيه 20 ثانيه 25 ثانيه ويقف، ولما يشتغل مره ثانيه بيرد الناحيه الثانيه. كده زي ما واضح كده يبقى الفيديو النهارده معانا بتاع الموتور الشوايه ازاي نعمل له نظام
محوري على ان نشغله الفقاسة نقدر نشتغل بيه ممكن لغاية 10 اطباق فوق بعض، تمام. بس اهم شيء طبعا اتزان الاطباق لازم تكون موزونة. يا ريت كده الفيديو يكون عجبكم النهارده، وان شاء الله هننزل لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله ازاي تقيم درجات الحراره جوه الفقاسه كلها زي بعضها، وافضل مكان لوضع حساسه الترموستات في الفقاسه، وازاي تقدر توزع الهواء صح في الفقاسه. ان شاء الله هنزله في الفيديو الجاي باذن الله. تابعوا معانا الفيديو الجاي، وما تنسوش الاعجاب عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا معانا في القناه. كان معاكم فادي البلتاجي من الورشه الفنيه.